كيف أبيض المنطقة الحساسة بسرعة؟ كيف أجعل المنطقة الحساسة وردية؟ هل يمكن تفتيح المنطقة الحساسة الشديدة السواد بسرعة؟ المقدمة اللي درت لكم في الأول، هادو هما أكثر الأسئلة اللي كيوصلوني مؤخرا. بزاف ديال العيالات، عيالات وبنات صغار كتلقيها ممزوجة موالو، حيرة مع المنطقة الحساسة ديالها، باغية تبيض بأي طريقة. شنو ما قلتي لها تقدر أنها تمشي وتستعملها لديك المنطقة الحساسة، وما سموها حساسة وإلا فعلا حساسة. بزاف اللي كيعانيو من اللون الداكن في ديك المنطقة، هاد الشيء واش عادي أو لا ماشي عادي؟ هاد اللون الداكن اللي تيكون في ديك المنطقة واش عادي كيخصو يكون أو لا شي حاجة اللي ماشي عادية وكيخصنا نعالجوها؟ قوت ما ولينا كنشوفوا في مواقع التواصل الاجتماعي هذا الموضوع، هذا كيتعاود بزاف. اللي تيقول لك استعملي هاد البوماد، اللي كتقول لك استعملي هاد الوصفه هذه، اللي كتقول لك لا هذيك المنطقه ما كيخصش يكون اللون ديالها بحال هكاك، اللي كتقول لك كيخص يكون اللون ديالها الطبيعي بحال هكاك. كل واحد شنو كيقول، يعني السيده شنو كيوقع ليها، لا سواء مزوجه او لا مزوجاش، كتولي كيدخلها الشك، كيدخلها الوسواس، علاش انا هذيك المنطقه عندي في داك اللون، وعلاش هذه ما عندهاش هكا، وعلاش هذيك شهبه وانا كحله. المهم بزاف ديال الاسئله اللي كيجيوها للذهن ديالها. فاليوم غادي نعرفوا اللون ديال هذيك المنطقه كيفاش كيخصو يكون، واش فعلا كيخصو يكون وردي كيف ما تيقولوا او لا ما كيخصوش يكون وردي، هذاك هو اللون الطبيعي ديالو. صراحه انا ما كنتش غادي نهضر في هذا الموضوع، ولكن راه كيجوني بزاف ديال لي كومونتير، بزاف ديال الناس كيدخلوا عندي الواتساب كيهضروا على هذا الموضوع. رشيده انا بغيت نبيض المنطقه الحساسه، اعطيني شي حل شنو ندير. واي حاجه قلتيها لها ولا سمعتها ولا شفتها في مواقع التواصل ولا شفتها في شي قنت، كتمشي كتجربها على راسك، تولي بحال فأر التجارب. وفاش كتجرب فواحد المنطقه اللي فعلا حساسه، ما سموها حساسه والا فعلا حساسه، ما يمكنش انك تحطي عليها اي حاجه، اي بوماد واخا تكون من الفرماسيان، اي وصفه واخا تسمعي انها طبيعيه وما كتضرش، اي حاجه. لان فعلا تواصلت معي واحد السيده راه كارثه، قسما بالله الا استعملت واحد الوصفه انا غادي نقولها لكم، دارت كارثه في راسها. والسيده مزوجه ودمرت حياتها على من على والو. شنو اللي كيأدي بينا لهاد الشيء، لهاد الوسواس وهاد التغيير اللي كنبغيو نديروه في راسنا؟ هو مواقع التواصل الاجتماعي. الانسان اللي غير كيتفرج وما تيكونش عنده العقل باش يخمم واش فعلا كيخصني نستعمل هاد الوصفه، واش فعلا كيخصني نستعمل هاد البوماد، واش فعلا كيخصني نستعمل هاد التقشير، واش فعلا كيخصني نستعمل هاد السيروم. لا، غير اللي شافتها كتمشي تجري تشريها وديرها. علاش؟ الله اعلم. علاش؟ انا بغيت نعرف علاش. واش نتيا ديجا نتيا سمراء؟ نتي الملامح ديالك، الشعر ديالك، حجبانك، لابو ديالك سمراء، وبغيتي هذيك المنطقه بالضبط تكون بيضاء؟ هذه راه ما كايناش. منين جبتيها؟ منين جبتيها هذه؟ ما كايناش نهائيا. اولا كتلقاي وحده كتشوفها مثلا في شي موقع، تلقاي هي اصلا زعراء، من راسها حتى رجليها زعراء. هادو ما كيبانوش عندها بالزعوريه، الرموش ما عندهاش، ما كيبانوش بالزعوريه، شعرها زعر، فاوتوماتيكو حتى ديك المنطقه كتكون عندها بيضه. وكتقول لك علاش انا ماشي بحال هادي، يلاه فهموني علاش انا ماشي بحال هادي، علاش ما نكونش بحالها، علاش هي عندي ديك المنطقه بالضبط ورديه ولا بيضه ولا مات؟ انت راكي اصلا، انت راكي سمراء، انت راكي ماشي بحالها، هي راها شهبه، ما يمكنش تكون عندك هذيك المنطقه بيضه. كاين شي عوامل اللي كيؤديو بديك المنطقه ان اللون ديالها كيتغير واحد شويه، بحالاش؟ بحال مثلا ان هذيك المنطقه دائما مغطيه، ما كتهواش، ما كتضربش فيها الشمس، فاوتوماتيكمون اللون ديالها كيكون داكن على باقي الجسم ديالك. كاين كذلك المشكل ديال التعرق، كيؤدي لهذا المشكل هذا ديال السواد. كاين كذلك الاحتكاك بالملابس، كيؤدي للمشكل ديال السواد. كاين كذلك عدم العنايه بالمنطقه او لا الاله باش كتحيدي الشعر الزائد، ممكن انها تؤدي بك للسواد. فهادو بعض العوامل اللي كيؤديو للسواد. ولكن هذيك المنطقه راه هي اصلا في الاصل ديالها كيخص يكون اللون ديالها داك واحد شويه، راه مستحيل ان يكون هذيك المنطقه اللون ديالها بحال باقي الجسم ديالك. فهاد الشيء ما كيخصوش يشكل عندك عقده نهائيا، كيخصك تعرفي بلي هاد الشيء راه شي حاجه اللي عادي جدا، عادي انه ديك المنطقه اللون ديالها يكون مختلف واحد شويه. لان فريمون كاينين الناس كيتواصلوا معايا، بنات، عزبات، عيالات، مزوجات، معقدين معقدين لدرجه انها كتلقاها مزوجه كتقول انا ما كنقدرش مثلا
نبان حدا راسي ولا شي حاجه بحال هكا. المهم راه تكونوا فهمتوني، يعني هذا الشيء ما كيخصوش يشكل عندك نهائيا عقده. يخص يكون العنايه بديك المنطقه باش انت ما كتاديش لك السواد انه يزيد اكثر واكثر. مثلا كيخصك تعتني بديك المنطقه بواحد الغسول اللي كيوالمك، ما تخليش ديك المنطقه نهائيا فاسقه من بعد الوضوء، ضروري كتنشفي لان الماء كيدي السواد. لان كيف ما قلت لك في الاول هذيك المنطقه ما كتهواش، ما كتعرضش للاشعه ديال الشمس، فالا بقى فيها الماء هذاك الماء كيدي السواد، فضروري ما تنشفي مزيان. الاله باش كتحيدي الشعر الزائد حتى هي كيخصها تكون كتوالمك، لان كاين شي الات اللي كيزيدوا من السواد. الملابس الداخليه كيخصها تكون قطن، تجنبي الوصفات الطبيعيه اللي كتشوفيها في مواقع التواصل، لان الوصفات الطبيعيه راه فريمون كتخرج على الواحد، لا سواء في المنطقه الحساسه، لا سواء تحت الابط، لا سواء في الوجه، لا سواء في الشعر. لا ما عرفتيش الوصفه الطبيعيه اللي غادي تستعملي واللي تكون كتوالمك غادي تخرجي على راسك، كيف ما دارت واحد السيده اللي تواصلت معايا وقالت لي اختي رشيده انا نصحوني بيكربونات مع الحامض مع الزا. تصوري معايا انك دايره بيكربونات مع الزا، ديك الحمراء ديال الحلوه مع الحامض. اصلا هو فاش كديري هذا الخليط هذا يتفاعلوا مع بعضياتهم وكيكونوا بحال واحد الرغوه. فهاد الوصفه هادي انا من كندير هاد الوصفه، هاد الوصفه هادي كنديرها للبوطه ملي كتكون موسخه بزاف، كيكون فيها داك الزيت وداك الدهون وداك الشيء، راه كتاكل هذاك الشيء. تصوري انت دير هاد المنطقه الحساسه ديالك بحال ديك السيده، راه كيف ما عاودت ليا كلاتها قالت لي تسببت لي في واحد الحفر اللي هي صغيره، والمشكله ماشي غير من الفوق، المشكله حتى لداخل في داك اللحم اللي تيكون رطاب لداخل. قالت لي دارت لي واحد الحكه مجهده، قالت لي بقوه ما كنحك، قالت لي فوق تما كنحك كنطرطق بالدم. فاش وصلت لك اختي لهذا الشيء كامل، هذا الشيء ما كيخصوش يعقدك نهائيا، هذا الشيء راه عادي جدا. ما عرفتش انا علاش ما معقداش من هذه المساله هذه ديال انه ديك المنطقه ضروري اللون ديالها كيخصو يكون داكن واحد شويه. غير كيف ما قلت كيخصك انتيا تعتني براسك باش انتي ما كتسببيش في داك السواد اللي كيكون سواد اللي هو زايد على حدو. هذا الشيء اللي كاين. اما باش تجي انتيا تبغي تغيري خلق الله واحد اللون عطاه لك الله وتبغي انتيا تنوضي تغيريه، هذا الشيء عمره ما كان وما غاديش يكون. والغريب في الامر انك تلقاي شي وحده كتبغي دير الخاطر لشي واحد، سواء الزوج ديالها ولا ما عرفت، كتبغي دير له خاطرو باش كتبان له في احسن حله وتبان له هذيك المنطقه ما عاد كي دايره. هاد الشيء البنات ما كيخصوش يكون. علاش هو ما يمشيش يدير التبييض؟ علاش هو ما يمشيش كتلقاه مزغب داير بحال ما بغيتش نعاير؟ ولكن فريمون هاد الشيء راه شي مرات كيعصبني، وانا ماشي من الطبع ديالي اللي كنخرج ونبدا نعاير في الفيديوهات ولا ما عاد نقول شي هضره اللي ماشي هي هذيك، ما كنبغيش صراحه. ولكن هو راه كتلقايه تشوفي فيه تخلعي تصدمي، كتلقايه داير بحال المهم اختي ما تبقايش ديري شي حاجه اللي غتضر الصحه ديالك على قبل واحد اخر. هذا الشيء اللي كاين وهذا الشيء اللي بغيت نقول لكم، واللهم اني قد بلغت باش انا ما تجيش عندي شي وحده تقول لي عطيني وصفه طبيعيه. ما كنعطيش وصفات طبيعيه، عمركم ما شفتوني في هنايا في اليوتيوب جيت قلت لك خلطي هذه الوصفه فيها الحامض، ولا خلطي هذه الوصفه فيها الحنه، ولا خلطي. كنقدر نقول لكم ديروا غوماج قبل ما تحيدي الشعر الزائد، غوماج مثلا بالقهوه، داكشي كيكون هكاك يعني ماشي مضر. اما باش تجي انت ديري شي وصفه ولا شي بوماد ولا شي حاجه لديك المنطقه، راه صعيبه بزاف اختي، صعيبه بزاف. وحتى تحت الابط راه واحد المنطقه اللي حساسه، يقدر ينوض لك الولسيس، يقدر ينوض لك بزاف د الحوايج. كاين اللي كدير الشبه للمنطقه لهنايا لتحت الابط، والشبه شنو كدير؟ اوتوماتيكمون كتسد لك المسام، ما كتبقاش تنفس، وهاد المنطقه كيخصها تنفس، فهنايا كترتقي كامله بالولسيس. علاش اختي هاد الحاله كامله؟ علاش اختي نبقى انا في السبيطار باش نفرح واحد اخر؟ علاش نمشي انا للكلينيكات نبقى نعسايا انا حياتي كامله في كلينيك فقط لانني بغيت نبدل اللون ديال ديك المنطقه؟ اختي تقبلي راسك كيف ما انتيا، تقبلي راسك كيف ما انتيا، واللي بغاك يبغيك كيف ما انتيا، ماشي يبغيك على ود هذيك المنطقه حيتاش بيضه، ولا يبغيك على ود ديك المنطقه حيتاش ما عرفت كيفاش دايره، ولا يبغيك على ود ما عرفت شنو. اختي راه هذا الشيء كيخصك تفكري فيه قبل ما تنفذيه، قبل ما تطبقيه على راسك. وملي وقع لك المشكل وتولي عايشه في السبيطارات وفي الكلينيكات، غيمشي هو كيتمتع لك مع واحده اخرى كاع ما على بالوش، غيمشي يجيب واحده اخرى عاوتاني، وانتيا هلكتي صحتك على ودو على والو. ايوا اختي اش غادي نقول لك؟ ردي البال
وسمحوا لي على هذا الموضوع هذا، حيت والله العظيم قسما بالله ما كنت باغا نهضر عليه، غير سمحوا لي وصافي. ولكن راه بزاف، وخصوصا ملي توصلت معايا هذه البنت وبقات فيا كتبكي، راه كتبكي بواحد الحرقه كتقول رشيده عطيني شي حل، شمن حل غنعطيها انا وديك البلاصه كامله موكوله لها؟ شمن حل غادي نعطيك اختي؟ شمن حل؟ الحل هو كان عليك ديري عقلك وما تزرفيش، وماشي اي حاجه شتيها تطبقيها على راسك. انتيا ماشي فأر التجارب. انا بقات فيا على داكشي، درت هذا الفيديو هذا بواحد الحرقه. اش غادي نقول لكم؟ هادشي اللي كاين البنات، تهلاو لي فراسكم، ما ديروش اي حاجه. ماشي اي حاجه شفتوها كتشكرها، هذيك هذه راه باغا دير فيديو، باغا دير فيديو تطلع المشاهده، باغا دير فيديو تحط فيديو في القناه ديالها يدخل ليها الفلوس. وما ديروش هادكشي اللي تيقولوا لكم عباد الله، ما ديروش. الله يعاون.